مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع أمسيتنا الثقافية لهذه الليلة. طبعا ضيوفنا دائما نصطادهم من المهرجان المسرح الخامس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واليوم وخروجا عن المألوف سيكون معنا ضيفين ما يميزهما أنهما زوجان في الحياة وأيضا في الهم المشترك بالنسبة للمسرح. اسمحوا لي أولا أن أرحب بضيفتي الفنانة أحلام محمد. أهلا ومرحبا بك. يعني أنت من أهل البيت، منك غريبة. أكيد. وحضرتك كمان أستاذي الفنان عبد الله يوسف. حييت ورحب بك يا أهلا وسهلا. بس أعطي نبذة قصيرة للمشاهدين عن الفنانة أحلام محمد. طبعا أنتم بتعرفوا أنها ممثلة بحرينية مذيعة في إذاعة البحرين، منافسة هي، وخريجة أول دفعة قسم تمثيل وإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية من دولة الكويت. الفنان عبد الله يوسف مخرج مسرحي وتلفزيوني، فنان تشكيلي، مصمم ديكور، مذيع بإذاعة دولة البحرين. اثنينكم مذيعين. طيب كيف عم أقدم أنا منيح؟ هلا هيك ان شاء الله حابين ندير الحوار حق بعض. اي بتمنى يا ريت يا ريت انه ما تحملوني هالعبء، لان فعلا لما الواحد يتحاور مع مذيع كثير صعب. والله يمكن ايه ما يصير تبادل ادوار نوعا ما. تبادل ادوار. لا انا بتمنى ان اعطي كل واحد دوره، خصوصا ان نحن ملتقيين باطار المهرجان المسرحي. زين زين، هي حين شلون شكلها؟ سمرة، بيضة، شقرة، حطاوية معبوطة بدمها. تحبريلها يتيمة، لا أم ولا أبو. لا أم ولا أبو. اي نعم، حطاوية. حطاوية معبوطة بدمها. يعني زرقة. زرقة. طالعني وطالعها. حطاوية. حطاوية ومعبوطة بدمها. لا أم ولا أبو. لا أم ولا أبو، يتيمة الأبوي. اي نعم، يتيمة. 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 حنطاوية؟ حنطاوية. لا أم ولا أم. لا أم ولا أم. خوش حاشي. إيه نعم. عواطف. نعم. عواطف. نعم. أقول ممكن تين أنت مع الزميلة ومعاك بعض الزملاء. حاضر. يلا يبا. لا أم ولا أبو. أبد. وتحب رأيي. وتحب رأيي. إيه نعم. حلو. ها. حلو. إن شاء الله كل شيء. عفوا حجي، نسيت اسمك. فهد الماجد أبو خالد. ونعم ونعم أبو خالد. أبو خالد. خلاص تقدر تطمن. الله يسلمك. عواطف، ذهبي جهاز كامل للزميلة. شوفي 10 نفانيف للطلعة، بعدين 6 سبور و3 للسهرة، وبعدين اشتروا لها جناط ولزقوا عليه ورق مكتوب عليه أسماء فنادق من لندن وأمريكا. يعني الآنسة بتسافر؟ أولا هي الحين توها راجعة من السفر. الحمد لله على السلامة. ثانياً لا تسمينها أنسة، سميها سيدة. مبروك. ثالثاً أقول لك لي الشرف أنها تكون من الحين زوجتي. منك المال ومن هالعيال. رابعاً سلمي على يدي أبو خالد. فأول سؤال حوجهه للليدي وأسألك أنه لماذا أنت مقلة في أعمالك المسرحية؟ هاي يمكن صعب شوية أجاوب على ذي السؤال، وايد ينطرح علي الصراحة، لأن بالفعل أنا جمعت نفسي غصبا عني طبعا، خارج عن إرادتي. بس الحين أنا راجع الحمد لله، بدأت قبل سنتين خور المدعي، وهاي السنة شاركت في المهرجان، وأنا لأول مرة أشارك في المهرجان الخليجي. وصراحة سعيدة وممتنة لاستضافتي أيضا وتكريمي في هذا المهرجان. كنت متابعة للفعاليات خلال الخمس مهرجانات السابقة منذ عام 88؟ نوعا ما نعم. يعني اللي كان في السنة، أعتقد المهرجان الرابع كان في البحرين تابعته، بس اللي خارج البحرين طبعا ما قدرت أتابع لأنه كان صعب أني أحضر في ذيك الفترة. كل عالم وأنا منهم، يعني تربيت على فاطمة في افتح يا سمسم. خلينا نستعيد شوي ونسأل انه ما رأيك بما يقدم الآن لأطفالنا، سواء على صعيد التلفزيون من مواد مستوردة وعلى صعيد المسرح من مواد يعاد استيرادة، يعني مثلا شخصيات نشوفها. والله حاليا في أشياء كثيرة متاحة للطفل، يعني سواء برامج ترفيهية أو تثقيفية،
الفرق في افتحيا سمسم انه كان متخصص يعني بدرجه كبيره، وكانوا يعني يمكن لانه كان اول الجزء اللي انا اشتغلت فيه، كان اول جزء فكان الاهتمام كبير فيه، فلذلك كان برايي يعني متماسك اكثر. وبالفعل احنا قدمنا يعني شيء كثير للطفل، يعني في بعض عائلات انا التقي فيهم يقولون لي اطفالنا تعلموا اللغه العربيه من خلال البرنامج. فعلا يعني كان مفيد جدا، وان شاء الله يعني نستمر احنا ايضا في التقديم. يعني في حتى شركات انتاج حاولت ان تقلد او تمشي في نفس الخط اللي مشت فيه. صحيح، أنا بذكر المناهل. نعم، كان على المناهل كان على مستوى جدا رائع، يعني رائع. أنا تابعته عجبني. ولكن وعيد دعم عمل افتح يا وطني أبوابك. نعم. كمان كان على نفس خطى افتح يا سمسم. نعم. لكن نعم. ما حدا بينسى الشخصيات الأولى. تسمحين لنا نتحول للأستاذ عبد الله ونسألك عن العرض البحريني. أنا مو من لجنة الحكم، بيسمح لي الحيادية وأقول إنه كان عمل متميز ببعض المقاييس. يعني استخدامك للنص الشعري كان، كنت أدهل التجربة كان ولا مجرد الرغبة في التميز؟ لا طبعا، هو علاقتي بالشعر قديمة يعني كقارئ للشعر، وأيضا علاقتي بالشاعر قاسم حداد وشعراء آخرين قديمة جدا، يعني من بدأت أسرة الأدباء والكتاب بالبحرين، وكمجموعة أصدقاء بدأنا مع بعض، فظليت أنا على علاقة بالشعر قراءة وبالذات مع قاسم حداد. وطبعا التجربة جاءت بناء على قاعدة يمكن كانت أساسية، أنه أنا مريت بالعمل المسرحي حتى في أشكال المبتدئة جدا إلى أشكال المتوسطة، بعلاقة بالفن التشكيلي وعلاقة بالديكور المسرحي، صح، علاقة بالموسيقى أيضا بجوانب، يعني مثلا استماع أو محاولة لتعلمها، علاقتي قوي جدا بخالد الشيخ كصديق، فيمكن هذه الظروف كلها مجتمعة يعني فتحت أبواب أو دهاليز أو منافذ للتجربة. فلما عديت النص المسرحي كان بناء على أنه أساسا المشروع كان معرض تشكيلي تحت عنوان وجوه. أيوة. الفنان التشكيلي إبراهيم بوسعد بدأ مشروع واستعمل الوجه الإنساني كشكل رئيسي بالأعمال، فأيضا استخدم خامات مغايرة للخامات الاعتيادية اللي تستخدم باللوحة، فهو طرح يعني دعاني إلى مشاهدة الأعمال عنده في المرسم، وأنا فوجئت بأنه شكل الأعمال أيضا مغاير للأعمال الأخرى اللي نعرفها بالفن التشكيلي، فقال لي أنا أحب تكون طريقة العرض مغايرة بس ما أعرف كيف شلون أدبرها يعني. فأنا اقترحت عليه أنه ممكن يكون هناك نوع من الإخراج لهذا المعرض. أيوة. توظف فيه الموسيقى والإضاءة، بمعنى أنه لأني على علاقة بالمسرح سابقة. أيوة. والعمل التلفزيوني علاقة سابقة، فرأساً استحضرت أنه ممكن الاستفادة من العمل التلفزيوني من تقنيات التلفزيون وتقنيات المسرح لتوظيفه في إخراج معرض تشكيلي. كثير مهم، الإبداع ما بيتجزأ، ما بيتجزأ، هو بيصب في بعضه وبيأخذ من بعضه. صحيح. فعلى طول هو عجبته الفكرة وبدأنا يعني، طبعا هو كان مستلم النص الشعري من قاسم حداد أيضا. قاسم حداد شاف التجربة وبدأ يكتب نصوص إضافية. خالد الشيخ طلب أنه يشاهد، لأنه كان مطلوب من خالد الشيخ أنه يعمل بس موسيقى مرافقة للمعرض، يعني موسيقى تكون مستمرة. هو لما طلب مشاهدة الأعمال اكتشف أنه لا، هذه متاهة ويا يدخل فيه يا لا. أيوة. واستلم النص الشعري بدأ بالتلحين. أيوة. فكبرت العملية، المفروض تأخذ لها فترة بسيطة، أخذت مدى 3 سنوات التجربة، مناقشة وتغيير وإضافة وحذف. لما كبرت الشغلة أنا وجدت أنه راح أستثمر المسرح تماما بالعرض التشكيلي، وهذا راح يقضي على العرض التشكيلي، لأن الفن التشكيلي أيضا له خصائص بالعرض لازم تكون متوفرة، اللي هو مشاهدة العمل الفني والاستمتاع فيه. ست أحلام، ما بعرف إذا بتتفقي معي انه كانوا كل عناصر العمل المسرحي متمردين، سواء الشاعر معروف عنه بانه حداثي، ويمكن احيانا البعض بيتهمه انه غير مفهوم،
والفنان خالد الشيخ له اتجاهه الخاص في التمرد والفنان التشكيلي حتى، فاجتمعتوا كلكم على هم واحد، حضرتك كأحد عناصر المسرحية كممثلة بالمسرحية يعني عم يقول 3 سنوات للتحضير و15 يوم فقط للتدرب على العرض المسرحي. هو يعني أنا طبعا عشت إياهم التجربة من خلال عبد الله، لأن تدرين زوجي طبعا، فدايما نتناقش في الموضوع. العمل المسرحي يستغرق 2 أسبوع لظرف طارئ. احنا الصراحة ما كان المفروض نشارك في بهذا العمل، كان هناك أعمال أخرى مرشحة، ولكن اللجنة في البحرين يعني اعترضت على مشاركتها، فمثل ما تقولين انتخبونا احنا لدرايتهم يمكن بأن النص أكثر كفاءة، فاحنا رحبنا بالطرح ويعني بذلنا مجهود كبير الصراحة، كنا نشتغل ليل ونهار متصل يعني تفرغونا من العمل واشتغلنا بجهد كبير الصراحة. يعني احنا عملنا مو يمكن ما يكون بالصورة اللي احنا كنا متصورينها اكيد يعني، بس احنا حبينا نشارك. طيب يعني عملية الاعداد استاذ عبد الله، يعني النص المسرحي اللي هو كان نص شعري اصلا، كيف استطعتم ان تجدوا صلة وصل ورابط بين النص الشعري وبين الفن التشكيلي، بما أنه هذا بني على حدة والفن التشكيلي بني على حدة، فكيف استطعت بما أنه المسرحية من أعدادك أنه تعمل هالصلة الوصل بينهم؟ هو أولا منتخبات من مجموعة أشعار لقاسم حداد، هو عنده ديوان ما صدر بعده يعني مخطوطة تحت الطبع الآن اسمه قبر قاسم، فهو من هذا المخطوط تقريبا متمرد بشكل منقطع النظير. وطبعا أعمال أخرى، هو المشروع أصبح المشروع وجوه أنه يكون على جزئين، يعني حتى بطاقة الدعوة تحمل الدعوة لحضور الجزء الأول اللي هو المعرض التشكيلي، وهذا عملناه في البحرين وترك صدى كبير يعني. الجزء الثاني من المشروع أو التجربة هو العرض المسرحي. فتطورت الشغلة لما جاءت لجنة ترشيح نص للمهرجان أو ترشيح عمل وما اقتنعت بالأعمال الموجودة في الساحة، فطلبوا مني انه اشتغل على وجوه. انا كنت بدات بروفات بس كان العرض راح يكون يعني على نار هاديه، انا كنت اشتغل لانه ما دام انا قطعت 3 سنوات فيعني ما يغني اني عفوا شهرين او 3 أشهر استمر فيها. لكن لما اللجنه طلبت اضطريت ان اجهز حاله محدده واشتغل عليها في ظرف 15 يوم او 20 يوم بحيث تكون جاهزه. طبعا سينوغرافي العرض هو المعرض، صحيح يعني المعرض البحرين كان بهذه الصورة، لكن يمكن هنا أنا استخدمت البراويز علشان أفسح مجال لرؤية المشاهد. بالبحرين كانت بانوهات مسكرة، أيوة نفس الطريقة نفس التوزيع، لكن على البرواز مسكر ومعلق العمل الفني لأنه معرض، صحيح. لكن في إضاءة، استخدام للإضاءة والموسيقى شغالة، وهناك استعارة من المسرح في أنه في الكاتب وممثل آخر يتحرك بأرجاء المعرض والكاتب بمكانه يكتب نفس الحالة. أنا طورت هذه الحالة بالاستعانة بالمقاطع الشعرية، أيوة. وعملت رابط بحيث أن أنا طبعا لا يمكن خلق قالب يعني قصة تبدأ وتتسلسل، ما ممكن، إنما خلق حالات حالات معينة إنسانية روحية من التجربة من الحياة العامة من الفكر من معطيات الشعر نفسه من معطيات الفنون التشكيلية والموسيقى، إنه يطلع المشاهد بإحساس ما. تسمح لي أسأل، كان اسم المعرض وجوه؟ وجوه. والشعر كان من ديوان لم يصدر بعد، عنوانه قبر قاسم. أي بس قاسم اختار يعني مقاطع ووظفها، ويمكن المقطع الرئيسي اللي كتب قاسم بالبداية اللي هو غابة أم بشر، هذه الوجوه التي تؤرجح أحداقها في زجاج الفضاء، بهجة أم كدر. وبعدين المنتخبات الأخرى جاءت متوائمة، والأعمال اللي عملها الفنان التشكيلي إبراهيم بوسعد، يعني يمكن هو العلاقة الروحية العلاقة الفكرية العلاقة الاجتماعية هي طبعا التجربة اللي بالبحرين استمرت على مدى طويل في المجال الثقافي والفني، يمكن هي خلقت هذه حالة
انه تلتقي الافكار متشابهه عند حداد وعن ابو سعد وايضا خالد الشيخ. واضافه يمكن زياده في التمرد استعملتوا صوت ادونيس. ادونيس شوف انت الصدف كيف يعني، كان برمضان مو هذا الماضي اللي قبله كان ادونيس موجود بالبحرين يعني، ودعي أيوة. مرتين الى البحرين من خلال جريدة الأيام ضمن نشاط ثقافي يعمل على مدى شهر رمضان. أيوة. يعني ندوات ولقاءات وطرح كتب جديدة ومعرض للكتاب في كل رمضان يعمل في البحرين هذا المشروع. فمن ضمن العملية تدعى عناصر أدبية وثقافية وفنية، من ضمن اللي دعوا أدونيس لإحياء أمسية شعرية ولمناقشة. فاحنا كنا شغالين بالمشروع يعني خالد عم يسجل. أيوة. فطلبنا من أدونيس، طبعا أدونيس صديق سابق يعني للجميع، يمكن بالذات لقاسم ولي انا التقيت فيه للتياري اللي انتم ماشيين فيه، فهو تحمس الفكره يعني. أيوة. وبعدين أدونيس معروف عنه انه من احد الشعراء اللي متمكنين بالالقاء وتصوير المفرده ويملك جراه في طريقه الالقاء، فاستثمرناه يعني احنا كانت اي حاله امامنا راح نستثمرها. أيوة. فهو وافق واخذناه عند خالد الشيخ وسجل، وظلت المقاطع مسجله راح ادونيس، بعدين بدانا في استخدامه وتوظيفه. لذلك الشريط الغنائي لوجوه 50 دقيقه مخرج اخراج كامل بمكساج ممكن وتشتير. يطرح في الاسواق يعني موجود هو ممكن حتى بالعرض انت ما شفتيه؟ لا هو هنا راح يطرح، راح يطرح في الاسواق يعني في اتفاق مع أعتقد شركة توزيع راح تتولى الشريط. ست أحلام كان في العديد من الوجوه الشابة والصغيرة خلال العرض وكانوا متفاعلين بشكل كبير. إذا الشاعر والملحن والمخرج المتمكنين استغرقوا 3 سنوات لصنع هذا العمل، فأنا بدي أسألك إنه كيف استطاعوا هالشباب إنه يتفاعلوا مع العمل بهالشكل؟ فهموه يعني؟ الصراحة اولا احنا كمجموعه ننتمي لفرقه واحده اللي هي مسرح اوال ومتعودين على بعض طبعا، وجميعنا طبعا لنا علاقه حميمه بعبد الله لان هو يعني مثل ما تقولين دائما يضفي الابوه والصداقه على اي نعم، فهاي الشعور طبعا هو ساهم في التلاحم هاي كجزء اساسي. كانت لنا كلنا رهبة من العمل لأن مثل ما تفضلتي قبل شوي وقلتي إن شعر جاسم حداثي وصعب الولوج فيه، فكان هذا الشيء يخوفنا. مع القراءة ومع تبسيط من عبد الله ومثل ما تقولين امتصاص الرهبة والشرح والتوضيح، أيضا لما استمعنا إلى صوت الشاعر أدونيس إحنا أيضا خذنا منه حافز لأن إحنا نكون على مستوى أدائه، فيعني تجمعت مثل ما تقولين اجتمعت كثير من الاشياء ان احنا ايضا كنا نبي نثبت للجنه اللي اختارتنا بان احنا عند حسن ظنها، فبالفعل اصبح في تكاتف وحاولنا قدر الامكان ان نكون مع بعض. بتصميم الازياء لمين كان؟ الازياء عبد الله يوسف. ما شاء الله عيني عليك بارده دقيقه تشفود. مشكلتك انه انا بمارس الفن التشكيلي صحيح اشتغلت بالاسرع بالازياء بالتصميم، لكن يظهر اخذ وقت. كان في خط عربي وكان في الخط طبعا هو عامل ابراهيم بوسعر كفنان تشكيلي هو احد الخطاطين الرئيسيين المهمين بالبحرين يعني متمكن بالذات في خط الثلث اللي هو اصعب الخطوط. فضمن التجربة والمشروع أنه يكون الحرف أساسي، لذلك أنت تلاحظي على الأعمال التشكيلية المعلقة كمان كان في مستخدم الحرف. أيوة صح. هي نفس الحروف ظل استخدمناها طباعة على السلسكرين على قماش وتفصل كأزياء للعرض بحيث أنه تكون وحدة متكاملة ما نطلع خارجها. طيب ما هي خطتك الآن بعد الخوض في هذا العمل؟ أظن الخروج من حالة العمل المسرحي هي أصعب المراحل، ممكن يعني هلا اذا قال لك في تصوير مسلسل تفوتي هيك بسهوله وتعيشي المسلسل؟ الصراحه انا ما قط يعني حاولت اني اجمع بين عملين حتى الان ما مر علي، يعني يمكن يكون صعب يعني هاي العمل انا عشته ولا ازال اعيش فيه، خصوصا ان احنا لما نرجع البحرين ان شاء الله بنكمله بالصوره اللي كنا حابين نقدمه فيها. فيعني ما اعتقد ان انا بطلع منه بسهوله قبل ما يمكن يعلق معي حتى بعد العرض، يعني العمل احيانا يكون مع الفنان على طول يعني يمكن صدق يبقى في ركن في الذاكره بس يبقى معاه. شو الادوار اللي بتحب تقوم فيها اكثر شيء؟
لا أنا ما بحب التمثيل، لكن أنا أضطر أحيانا إلى التمثيل إذا كان تخلف ممثلة أو لا سمح الله حدث شيء، لكن لا أميل إلى التمثيل بشكل. أشعر أن أنا كممثل أقيد وأشعر بهذا الإحساس عند الممثل الآخر وأنا أخرج له أو أشتغل معه. بس في مثل هذه العرض عرض وجوه أنا وجدت أنه يجب أن أكون مع المجموعة، لأن التجربة جديدة على المجموعة ككل. أيوة صحيح، فيجب أن أكون معاهم بالموقع. وشرحت للمجموعة الممثلين أنه أنا راح أكون حتى ملقن، لو حدث أنه ممثل ارتبك ونسى الحوار راح ألقنه. صحيح، لأنه حتى شكل الخشبة كان مختلف إطلاقا، يعني كان ومن حقي أنه أدخل معاه على اعتبار أن أنا الكاتب، كاتب النص. يعني العملية كانت أني أكتب النص وما أتخيل كتابة هو ينطرح أمامي. أنا كنت سعيدة جدا، أقول لك ليه، أنه فعلا عندما نريد أن نقدم مسرح جاد وبيقولوا لنا أحيانا أنه تواجد النص وتواجد العمل المسرحي والحماس له، ولكن لم نجد خشبة مسرح، منمثل بالشارع على الرصيف، المهم أنه نحن نقدم. نقلكم بعض اللي ما سمعت، والإعلام ما بيتأمن على الأسرار، أنه ما في بعض المختصين للأسف كانوا عم يقولوا نحن ما فهمنا العرض. فإلى من توجهتم بالتحديد في هذا العرض؟ من هو جمهوركم؟ كل الناس. أنا أعتقد يعني ادعاء عدم الفهم مو بسبب العمل الفني، يعني أنه الفنان لا ينتظر أن يفهم. الفهم يجب أن يكون قضية شاملة اجتماعية. يعني لا يمكن، لو عملناها كمعادلة من المستحيل أن هناك فنان مسرحي جاد ويؤمن بقضية المسرح ويطور أدواته ونفسه وثقافته وخياله، ويأتي المشاهد ليكون على هذا المستوى معه، ما من المستحيل. لكن أيضا من جانب آخر، أنا ما ممكن أقدم عمل مسرحي أشعر فيه أني أتدنى بمستوى المتلقي. أنا من مهمتي أن أرتقي بمستوى فكريا وبصريا وروحيا. لما أرتقي بالمشاهد فأنا أرتقي بالمجتمع، والمجتمع يكون ذو رؤية وموقف وحياة مغايرة. الفهم عموما بالفن، أنا لا أعتقد أن الفهم يعني هو أساس الفن. طبيعة الفن غامضة. صح. وأحلى ما في الفن أنه غامض، والحياة غامضة. يعني هل نفهم الحياة تماما؟ يعني إذا كان المسرح كما يقال بالمقولة التقليدية أنه انعكاس للحياة، هل الحياة واضحة بكل تفاصيلها؟ هل ندرك ونفهم ما يدور بالحياة؟ حتى في القضايا اللي نعيشها يوميا لا ندرك. أيوة. ما يدور، يعني تحول الليل والنهار وهذه المسائل كلها. يعني هناك قضايا من الله سبحانه وتعالى، هناك قضايا دينية، لكن هناك أسرار أيضا بالحياة نقف أمامها بحيرة. الفن أحد الأسرار، لذلك هو استمر منذ بدأ إلى الآن وسيستمر، لأن أكسير الرئيسي الفن أنه هو غامض، وهذا الغموض هو اللي يجذب الفنان إلى الدخول فيه، والبحث 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 والمتعة. يعني أنا أمتع لحظاتي لما أعمل العمل الفني، اللوحة، العمل المسرحي، حتى العمل التلفزيوني لما أمارسه كإخراج أشعر بلذة ومتعة، أكتشف. هناك أسرار كثيرة أمامي أريد أكتشفها، وظل غامضة، أكتشف جديد ويظل هناك غامض، هذا هو الفن. لكن أنا الدعوة للمسرح الاستهلاكي أن أنا أعرف القصة من تبدأ إلى تنتهي لا يغنيني. بقراها قصة، بتفرج عليها مسلسل على 30 حلقة مط وشط، لا يضيف لي، يعني لا يضيف إلى رصيدي الذهني الخيالي. المسرحية تعتمد على التخيل والخيال. يعني شقد الإنسان عنده مدارك واسعة بالخيال يستطيع أن يستوعب كثير من الأمور بالعمل المسرحي. بالعمل المسرحي الفنان عادة تتداخل أحاسيسه في أفكار فيتوحد. لما يحدث التوحد يحدث الفن، تحدث الشرارة. نحن نسعى بقدر الإمكان أننا نخلق هذا التوحد،
التوحد عبر الجسد مع الفضاء الموجود، الجسد مع الجسد الآخر القريب منه اللي يمثل معه، الجسد مع الموسيقى المنسابر. هي كانت محاولة طبيعي من الآن، يعني العصر تداخلت الفنون فيه، دخل الشعر ودخلت الموسيقى ودخل المسرح، كلهم يحاولوا بقدر الإمكان أن يقتربوا من المسرح، باعتبار أن المسرح يستطيع وهو المرشح الوحيد أنه يستطيع أن يتحدث عن مآسي هذا العالم الموجود، وكل الأشياء تبقى في النهاية فردية ما عدا المسرح، فكل الفنون تحاول أن تقترب إليه، لأن الآن نحن في عصر يسمى عصر العرض وعصر الزر وعصر الإصبع والضغط، فما أن تضغطي يجيلش العالم، فالمسرح الآن يحاول بقدر الإمكان أنه يتخطى هاي الأشياء ويكون هو المرشح الوحيد، بعد أن أصبح التلفزيون يسلب الناس إرادتهم ويسلب الناس خيالهم ويبتدي يخلق لهم عالم أحادي مفتت، فيحاول المسرح أن ينمنم هذا الفتات. فوجوه كانت هي عبارة عن هذا اللم لهذه الفنون كلها في سبيل أن تتعايش مع بعضها وتتوحد فيما بينها وتتلاقى في النهاية، كل عبر نهر يأتي ويرفض لنهر آخر ويتمازجوا. كانت هذه هي الفكرة. طبيعي أن الأخ عبد الله يوسف طرح علينا نعمل معه، وعملنا في البحرين مع الفنان إبراهيم بوسعد اللي موجود لوحاته بس هو ما موجود، وقاسم حداد شعره وخالد الشيخ بالموسيقى مالته، فالتقينا كلنا وعملنا هذا العمل. طيب ست أحلام، يا ترى السفر بالمسرح الجاد من بلد إلى بلد هل يجدي في ظل هالثورة الإعلامية اللي نحن فيها؟ أكيد يجدي، لأن نستفيد من الخبرات الأخرى اللي نشوفها في نفس المجال، مدى تطورها، مدى تميزها عن عملنا، نعرف من خلالها شنو احنا مثلا ثغراتنا، شنو كيف ممكن احنا ايضا نطور ونتطور مع المجموعه الاخرى. يعني هل يكفي عرضه في مهرجان بقصد، ام اذا مثلا يعني شيء رائع انه في البحرين تميزت فاختيرت من بين العديد من الاعمال؟ نعم. طيب السفر بهذه المسرحيه الى بلدان اخرى هل يحقق على الاقل، يعني احنا ما بدنا نخلط بالمفاهيم، لكن ربحا ماديا مثلا، وهي تمتلك كل هذا الفن في مضمونها؟ والله شوفي، ماديا بمقياسنا احنا صعبة، لان ماديا الناس تلهث وراء الاعمال اللي يسمونها كوميدية او هي اللي تكون يعني ساخرة اكثر شيء. ماديا ما نعول على عمل من هالنوع، بس اكيد هو بتكون مثلا اذا شاركنا في برا، على الاقل الجهة اللي احنا بنعرض فيها بتعرف مستوانا احنا كبحرينيين مثلا الى اين وصلنا، وين احنا حاطين قدمنا بالفن، يمكن يعني ينورونا ايضا اذا كانوا هم صادقين ومهتمين في مسارنا مثلا، شيء من هالنوع. بس جوابك؟ لا، هو يعني القيمة الكوميديا او الضحك من ارقى القيم الانسانية كما البكاء، لكن من الصعب تحقيق. لكن كيف يكون هذا الضحك؟ كيف يكون تكون هذه الكوميديا؟ يعني التعليق والتهريج والهذه ليست كوميديا، هذه أي إنسان يستطيع أن يقوم فيها، وكثير بالشارع من يعلق ويستثمر القعد اللي هو جالس فيه ويعلق ويعمل حركات وممكن نضحك. احنا كأصدقاء أحد يبرز في إمكانية معينة يكون حس كوميدي فنضحك معه، لكن هل هذا هو هي الكوميديا اللي المسرح يدعمها او لا؟ ما اعتقد انا. شر البليه يعني شارلي شابلن كان مضحك، لكن كان يطرح جانب كبير بالحياه الانسانيه ايضا، حتى لوريل وهاردي حتى الاعمال، لكن لما يتحول المسرح الى اسفاف بال يعني لأي شيء لأي غرض، بس يتحول إلى إضحاك لأجل الإضحاك دون باعز لتربية هذا الإنسان والتقدم إلى مواقع متقدمة بالحياة. يعني أنت تخيلي إن إحنا نشعر إنه كثير من شرائح الجمهور وكأنها بس معبأة بالضحك لأجل الضحك ولا يهمها أي شيء بالحياة الأخرى. أي مو صحيح. المردود المادي أنا أعتقد يأتي، هي مو إشكالية في المردود المادي، إلا إذا كنت أنا أستخدم هذا الفن المسرحي لتكديس الأموال.
أنا ممكن أكدس هذه الأموال لكن أستثمرها في الارتقاء بالحالة المسرحية، في دعم المجال الفني. بقصد الفنان دائما اللي بيعتمد على فنه في سبيل كسب الرزق يحتاج دائما إلى مردود. عفوا إحنا يعني في البحرين عموما، ولا أنتم معتمدين على الإذاعة و... إيه لا أنا بقول لك الواقع شلون. إحنا في البحرين فرقنا الأهلية نعمل فيها بتطوع دون أن نأخذ مقابل مادي إطلاقا، نحن متطوعين. برافو. نعم أنا الحين منظمة المسرح أول تقريبا من سنة 70 إلى الآن لم أخذ أي أجر عن أي مسرحية قمت فيها. وكل يعني أعتقد سوقت مرة مسرحية وبعدين مردود اللي حصلني يمكن كل واحد ما طلعت لحتى 50 دينار. يعني كان في فاض يعني. هو يعني إحنا صراحة حتى تنازلنا عن مكافآتنا لصالح صندوق المسرح، لأن يعني أحيانا يجينا ديكور في مسرحية معينة يكون مكلف، فكيف نغطي إذا كان أصلاً إحنا ما نرفع سعر التذكرة مثل الكويت مثلاً. التذكرة ب 15 دينار، إحنا يمكن أغلى تذكرة يمكن عندنا 3 دنانير، ما نزيدها أكثر لأن إحنا نحب أن أكبر كم ممكن من الجمهور يحضر ومن كل الفئات. فلذلك إحنا ما يكون هدفنا مادي في العرض، أو أن مثلاً أنا لازم يكون لي أجر، ولذلك أحرص على نوع معين من الأعمال. أنا لو أبغي كذي طبعاً أقدر أحصل أي عمل، بس أنا أيضا ما أحب أدخل في، يعني أنا الحمد لله من ابتديت إلى الآن ما مارست نوع من هاي المسرحيات لأن ما أحس نفسي فيه. أنا ممكن أقدم أي مسرحية كوميدية بس كوميديا موقف. أيوة. يعني أنا ما أحب أوقف وأشوف عبد الله مثلا شنو هو فيه وأقعد أستغله وأضحك الناس عليه مثلا. يعني للأسف الأسلوب تبع أن أناديك باسم وغير لاسمك ببدلية معينة يعني ما زالت تكرر بشكل كبير للأسف، وشيء مؤسف. يعني أنا بيسعدني أن أكون مع شخصين مسرحيين بكل معنى الكلمة، بما أنه لهالدرجة جزء من معنى الكلمة جزء من معنى. لا صعب. طيب أنا شوي ببالغ، معروف عني المبالغة، لكن أنا كتير سعيدة بوجودي معكم اليوم. وأخر شيء بحب أقوله، طيب بالمسرح الخليجي بالتحديد، بما أنه نحن في المهرجان المسرح الخليجي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كيف يمكن لنا أن نوحد صيغة بالعمل المسرحي يعني أو بالمهرجانات؟ لا بالعمل المسرحي، أنا ما بدي أقول بالمهرجانات لأن كل من يسافر بأفضل ما لديه ويستمر في الأعمال الأخرى. صعب توحيد صيغة، لكن هو الدعوة إلى أنه يعني مدام مهرجان، ويا ريت ما يظل ذي بالمهرجان، أيضا بالمواسم الاعتيادية للفرق المسرحية، الدعوة إلى أنه تطوير العمل المسرحي كتقنية كأفكار كخيالات، مو تطوير العمل المسرحي بأنه الديكور يكون فخم وضخم وما ومحتواه داخل هزيل، لا، تطوير التجربة المسرحية من تبدأ إلى أن تنتهي عرضا مع الجمهور. يعني شقد من المبدعين والقادرين والمثقفين والواعيين بالعمل الفني يواكبون هذا العمل منذ الشروع فيه كبروفات قراءة ولا وجلسة الطاولة وإلى الانتهاء منه. لو أي عمل مسرحي حصل دعم من كل المتعاطفين مع المسرح في الوسط الثقافي والفني ممكن تطوير منهج معين، انه نصل الى لحظه انه لجنه الاختيار تصبح يعني مو عارفه تختار اي عمل، يعني هناك اكثر من عمل بحيث ان كل عمل يستحق ان يشارك بمهرجان. أيوة. ان شاء الله نتوصل لهالمرحله في كل دول الخليج وبالمسرح العربي اجمالا. أمنية مشتركة هاي إن وأيضا شاء الله. إدارات الثقافة يعني مسؤول ومطالبة بدعم هذا الجانب، لأنه حرام المسرح راح ينتهي ونبحث عن مسرح بعدين من جديد. كنت أتمنى فعلا أنه يكون لدي وقت أطول، لأنه من كلام السيدين فهمت أنه فعلا آليات إنتاج المسرح العربي تبدأ من الفرد، من قناعاته ومن طموحاته، ومن ثم ستزلل كل العقبات. شكرا للسيدة أحلام محمد على تحملي. شكرا لك. وشكرا للفنان عبد الله يوسف، ونتمنى لكم طيب الإقامة في بلدكما الكويت. شكرا. أنا طبعا أنتهز الفرصة لأوجه شكر تفضل. إذا تسمحي لي يعني شكر شخصي لك، وبعدين شكر لكل الأخوة اللي قاموا
بالإعداد للمهرجان وحاولوا تذليل الصعوبات. ووجه شكر للأخ محمد منصور والأستاذ عبد اللطيف خالد رمضان أيضا خالد عبد اللطيف رمضان وأيضا شكر أوجه للأستاذ حسين مسلم مدير المعهد العالي للفنون المسرحية اللي بالفعل فتح أبواب المعهد، لأنه أنا كان عرضي مو بالدسمة بقاعة المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت العملية مستغربة أن لي هناك العرض فبعدين عرفوا لي. يعني أوجه الشكر للأستاذ حسين مسلم لأنه بالفعل قال لي هذا هو المعهد بما فيه من إمكانيات تحت تصرفك، وتصرف فتصرفت بالفعل، وكان سبب كبير في إنجاز العرض بالصورة اللي على الأقل كانت مشرفة والحمد لله. لا نتمنى إلا أن تكون تجربة المسرح والمهرجان ناجحة، وإلى اللقاء.